ايه حنيفة، ليش ما سويتي لي بيض مع القاورمة أو البسطرمة؟ بصراحة فتحت نفسي على الأكل. برأيي بتاخدي هالأكل يلي جبتي لي إياه وبتجهزي لي شي أدسم. شو بكي ياري؟ الظاهر في فيوز من فيوزات عقلك انضرب. على كل بكرة بعد ما تتزوجي بتتصلح فيوزاتك. لا غلطانة، أنا ما رح أتزوج حنيفة، وإنتي لا تعبي عقلك الصغير بأموري ماشي؟ هارون مو بس ما رح ياخذني من هالبيت، حتى ما رح يقدر ياخذ شحاطتي القديمة، وأساساً اللي رح يصير عائلتي ما رح توافق تجوزني. عن جد شلون رح يصير هالشي؟ لسا مبارح مسكوكم من نص الليل وانتو عم تتغازلوا. ما رح يقبلوا بهي الفضيحة، لو بيطلع بإيد جدك لكان زوجكم مبارح. ايه صحيح، وين جدي؟ بالبيت. اها هلأ يا ريت تجهزي الفطور مرتب ونادي لجدي مشان يجي لعندي. والله عن جد مثل ما بيقول المثل، مجنون يحكي وعقل يسمع، لأنه ما عاد تفهمت شي. يا رين طلعي ليكون من كتر ما ضربتك أمك أنت هالمرة جنيتي عن جد. معقولة نصوح أغا يجي لعندك؟ آه بتتخيلي بعد اللي ساويتي يطلع بوشك؟ حنيفة مالك علاقة بهالشي، أنت بس روحي ونادي لجدي ليجي لعندي. طلعي فيني يا رين، هارون قدر ينقذك مبارح بقصة الخاتم، يمكن أبوك يصدق هالكذبة، بس بعتقد ما مرقت على جدك. حنيفة مين مفكر حالك؟ طلعي فيني، أنا بيجي على غرفتك شي ليلة وبقطع لك لسانك لأنه طويل كتير، فهمتي؟ لا تنسي إنك خدامة فالتزمي حدك. وهلأ بتنقلعي وبتخبري جدي إنه يا ريم بدها تحكي معك ضروري وإني عم بستنى بغرفتي. يلا ماشي بخبره، بس ما بعتقد رح يجي، ما كان ناقصني غير إني اتبهدل من الحية الشقرة بعد هالعمر.